أهلا بكم، معكم أحمد خلف من قناة المحترف أكشن. في مشكلة بتواجه ناس كتيرة من صناع المحتوى، خصوصا لو هم لسه مبتدئين. بعد ما يعمل مونتاج للفيديو بيلاحظ إن الفيديو فيه وش في الصوت. النهاردة هحل لك المشكلة دي بطريقة سهلة وبسيطة من خلال برنامج كامتازيا ستوديو. هننقي الصوت ونشيل الضوضاء اللي في الصوت بطريقة سهلة وبخطوات بسيطة جدا، وهنشرح الطريقة دي بالتفصيل. تابعونا. دي فيديو زي ده، تمام؟ وبدأت ان انا اضيف له الصوت، ماشي. ضغطت كليك يمين وضغطت على الضغطة ديت ان انا ابدأ اضيف الصوت للفيديو، تمام، او الفيديو نفسه صوته موجود فيه، تمام. عايز ان انا اشيل الوش الموجود في الصوت، تمام. لو عندك وش في الصوت، كل اللي انت هتعمله بعد ما تضيف الصوت في برنامج كامتازيا ستوديو، كل اللي انت تعمله هتضغط على علامة مور ديت، ومنها تبدأ تختار كلمة اديو افكت، تمام. هتضغط عليها تطلع معاك القائمة ديت. القائمة ديت فلاتر الصوت. لو اخترت ده، لو عندك وش كتير في الصوت او في صوت خارجي كتير، هتبدأ تختار الخيار ده. لو مفيش وش، الوش يعني حاجة بسيطة، وعايز تنقي الصوت تختار الخيار ده. فاحنا كل اللي علينا هنبدأ، عشان مفيش وش عندي كتير، هبدأ اختار الخيار ده. تبدأ تسمع صوت. لو انت عايز تعلي نبرة الصوت شوية، تسحب الشريط ده لفوق كده شوية. كل اللي انت هتعمله هتيجي عند كل علامة اللي انت هتعمله الويندوز اللي هتيجي تحت عند ديت علامة وهتبدأ تضغط الويندوز عليها، اللي تحت ديت، وهتبدأ منها تطلع تضغط لحاجة عليها. اسمها سيت، زي منها ما احنا تطلع لحاجة شايفين اسمها كده، سيت. الصوت مفهوش اي وش خالص لما احنا ضفنا الفلتر ده او تنقيط الصوت بالطريقة اللي احنا شفناها ديت. وبعد كده بتضغط على اكسبورت ديت عشان تبدأ تستخرج الفيديو. ده كان بكل بساطة موضوع حلقتنا النهاردة. ما تنسوش الاشتراك وضغط لايك، والسلام إن عليكم. أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة.